الكابتن الكبير كابتن طارق يحيى المدير الفني السابق لنادي الزمالك ونجم منتخبنا الوطني الاسبق. يا كابتن طارق صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. صباح الفل يا كيمو، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامه. اولا الله يسلم حضرتك كابتن طارق، مشرف ومنور، وكان نفسنا المناسبه تبقى اسعد، بس ادينا سعداء بالرجاله في كل الاحوال. مليون في الميه طبعا، بقول لك طبعا هارد لك فعلا، وبقول كلنا طبعا يعني في حاله حزن شديد، لكن عزقنا ان الاولاد ادوا اللي عليهم زي ما انت قلت. وتحدوا صعاب كثيره جدا يا كريم، مفيش منتخب في العالم يقدر يتحدى او يقدر يقف قدام المعوقات اللي حصلت في هذه البطوله لمنتخب مصر. وان دل على شيء فانما يدل على صلابه الاولاد دول وعزيمتهم وانتمائهم لبلدهم. المستوى اللي ظهر به منتخبنا 4 مباريات ورا بعض 120 دقيقه لم تحدث في تاريخ هذه البطوله ولا في تاريخ اي بطوله على ما اتذكر. طبعا انك تلعب في اي بطوله اربع اول مره في التاريخ مباريات، اول مره في التاريخ، وبالرغم من كده بتقابل منتخبات المفروض انها مصنفه تصنيف اول وانت تصنيف ثاني للاسف. وبقول للاسف لان احنا نستحق اكتر من كده، وسوء التخطيط اللي حصل الفتره اللي فاتت هو سبب في تراجعنا لمركز التصنيف الثاني. احنا منتخب مصر هو يعني هو 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 صاحب الكوره في افريقيا، صح، وهو صاحب الاعلى فوز بهذه البطوله ب7 القاب، صح، وبالتالي لابد ان احنا نبص لمنتخبنا بشكل افضل وبشكل احسن. بس عارف يا كابتن طارق، احنا من كام يوم كنا نتحدث عن تاريخ منتخب مصر، الان نتحدث عن حاضر ايضا رائع لمنتخب مصر. اخيرا كنا نتكلم طول الوقت ان احنا المنتخب الاكثر حصولا على كاس الامم الافريقيه، احنا المفروض نخش عشان احنا الاكثر حصولا على كاس الامم الافريقيه، وكناش بنتكلم على الحاضر بتاعنا، مش عاجبنا الحاضر بتاعنا، بس الان منتخب مصر عنده حاضر عظيم. صحيح، انا بقول لك احنا فخورين بالولاد دول وفخورين بادائهم، ولازم ندعمهم الفتره اللي جايه. انت يا كريم الاعلامي وكل الاعلاميين في كل القنوات الرياضيه لابد ان احنا ندعم هؤلاء اللعيبه، لان احنا عندنا مش عايز اقول طار، ولكن عندنا مباراتين من المفترض ان هم يكونوا نقطه تحول في تاريخ الكره المصريه باذن الله، نتمنى هذا، في ان احنا نتخطى منتخب السنغال في تصفيات كاس العالم. اذا كنا خسرنا كاس افريقيا فان شاء الله باذن الله ربنا يعوضنا ويعوض الولاد والمجهود الكبير اللي بذل في هذه البطوله والصعاب اللي تحدوها بشكل كبير. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه نساند منتخبنا وندعمه ونقف معاهم ونبطل موضوع الانتماءات داخل. ايوه، احنا بدأنا ان منتخب مصر يلتف حواليه جمهوره تاني مره تانيه. ما هو ده المكسب العظيم يا كابتن طارق، كنت لسه بقول والله ده مكسب بالضبط. بالنسبه لي اكتر كمان من مكسب البطوله، ده مكسب، ده احنا بقى ده احنا كنا خلاص يا جماعه نبوس ايديكم نلتف حوالين منتخب مصر، يا جماعه نبوس ايديكم، مفيش اهلي وزمالك في منتخب مصر، بس الان الجماهير المصريه فعلا كلها ملتفه حوالين منتخب مصر. بالتاكيد بالتاكيد طبعا، وظهرت روح الانتماء والدعم والمسانده من القياده السياسيه من سياده الرئيس عبد الفتاح في التويتر بتاعته، عظيمه يعني عظيمه، كلام طبعا مؤثر وكلام قوي جدا ومسانده ودعم كبير جدا للولاد لمنتخبنا ومنتخب مصر. ان شاء الله باذن الله دموع النهارده اللي حصلت من صلاح ورفاقه ان شاء الله باذن الله باذن الله تبقى دعم كبير جدا للفتره اللي جايه، وان شاء الله باذن الله نبارك لهم على كاس العالم ان شاء الله. انا اختص في المداخله بتاعت حضرتك ديت كلام عن لاعب واحد، مش هقدر اخد لاعب لاعب واقول لك رايك في ايه، بس انا عايزك توجه كلمه لمحمد ابو جبل، اللي الراجل اللي خرج من المباراه النهارده يبكي وهو يستلم جائزه افضل حارس في هذه المباراه، محمد ابو جبل اللي عمل اداء فعلا خيالي واسطوري في هذه البطوله. بص يا كريم، مش ابو جبل لوحده، كل اللعيبه. طبعا طبعا ابو جبل اداني رساله النهارده، انا عيطت، انا بكيت من دموع ابو جبل ودموع تريزيجيه ودموع صلاح، والحقيقه انا يعني مش قادر اقول للعيبه دي غير هارد لك، وربنا يوفقكم واحنا معاكم وبظهركم ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله. الكابتن الكبير كابتن طارق يحيى مدرب نادي الزمالك الاسبق ومنتخبنا الوطني، لاعب منتخبنا الوطني الاسبق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه.